يلا يلا يا ولد يلا اسمع يا ولد يلا يلا يا ولد يلا اسمع يا ولد عندنا بالمليون يهز البلد فينا من الحمراء تقدم يا ولد عندنا بالمليون يهز البلد فينا من الحمراء يفلم علي وعصار يفلم علي وعصار سينا من حمراء اضبط يا ولد سينا من حمراء لحق يا ولد سينا من حمراء اضبط يا ولد سينا من حمراء لحق يا ولد عمي اسكت لحالي سمعت ليش اسكت يا ولد عمي يا حمراء يا زرقاء عمي انت نايم كنت نايم وقعدت اني لا نايم ولا كل شيء ولا سينما الحمراء موجوده نعم قبل ما اروح موجوده نعم هذا شيء قديم عمي يا حمراء يا سينما صار سنين وماك ولا سينما يعني فين بينه وبينه ما مرغوب هاي الايام فقط قطعتها قفلت قبل لا سكون يسكوني شنو؟ يسكوني شنو؟ عشمان هاي من جايبها؟ انا تومان؟ اكو واحد ما يعرفني؟ عمي يا ظلت فيها تومان هو الاكبر من تومان صكوا تومان صحصح وقعد من نومك البصره مو ذيك البصره امشي وياي لين اكيد ما عندك مكان تبات فيه لا حجي لا انا راح انام هنا هسه يطلعون الولد من النادي ويجون ويونسوني عمي يا نادي انت ليش ما تريد تفهم بعد ساعه ولا زرزور يبقى بالشارع مو انا متواعد ويا كوكب حمزه هسه يجي ويسمعني يا
يا طيور الطايرة. استغفر الله، هذا شلون بيه؟ أجيبه يسرى يروح منه، يريد يسمع الطيور الطايرة، هو ما يدري نص العراقيين صارت طيور طايرة. يعني شلون؟ عمي الأعداء حاولوا يفرقون هذا الشعب، هذا شيعي وهذا سني وهذا عربي وهذا كردي وهذا مسيحي، بس البصرة ظلت متماسكة بأهلها الطيبين. عمي هاي من يمتى اكو بالعراق هيجي أشياء؟ أنا عمري ما عرفت جماعتي من يا دين يا مذهب، بيوتنا كانت مفتوحة لكل الجوارين. حرامات 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 يا أهلنا بصير بكم هذا الشيء. We have.
طول سنين وحروب اخذت شباب اشكت نساء اشكت وحرقت نيرانها ربوع الوطن وحرقت نيرانها ربوع الوطن بالتالي
Yeah.
لكن ما ضعف ما طاح، رغم عمق الجرح ما صاح، ظل عال بصبر أهله ولا ظالم أبد ذله، ظل عال وعلى تدنج مراياته. نهض شعب العراق وعاد تكوينه، وبدا يعوض الخراب وغربة سنينه، بدا تف الأمان يسود بصرتنا وضحكت من جديد عيون ديرتنا، وكل عالي النخل مرفوعة هاماته، وكل عالي النخل مرفوعة هاماته. عمي أنا أترك وين؟ أروح أحسن لي، أنا ظاهر مالي مكان هنا. ليش؟ عمي هاي ولايتكم ناسينا لا فن لا ثقافة لا أكيد لا. لا تكمل، فاهمين قصدك، بس أنا أحب أقول لك حكاية وأنت بكيفك بعدين تبقى تروح. شوفوا وليدي، هذا البلد للجميع، بلد كل العراقيين، ومثل ما علينا واجبات إن حقوق، وكل مواطن ياخذ حقه، اللي يعجبه اهلا وسهلا، واللي ما يعجبه يشوف لغير ولايه، وما عندنا يسرى ويمنى، كل هذا الشعب واحد مثل ما هو الوطن واحد. وانت يا تومان ابن هذا الشعب، ابن البصره، ابن العراق. زين وكوكب حمزه يرجع، وكل كواكب الوطن المسافره ترجع. السلام عليكم. وعليكم السلام.